كلمني عن موضوع الطبخ شوية. والله أنا بعرف أطبخ جميع الأكلات والحاجات بتاعت البلاد، بحب المطبخ جدا. يعني ما عنديش مشكلة إن أنا قاعد في البيت مفيش أكل مش هطلب من بره، لأ هما أطلع من الفريزر وأعمل. وأصحابي كتير يعني الحمد لله عندهم شهادات إن أنا عملت عزايم كتير، اعمل لنا كذا كذا وعزمهم عندي في البيت ويجي ياكلوا ويدوقوا. لو رحت عند حد مثلا من اصحابي احنا مطلعين اكل تعالى اعمله لنا. فالحمد لله يعني. طب ايه اكتر اكله بتشاطر فيها او بتحب تعملها كتير؟ بحب اعمل اللازانيا، بعملها ايطالي ايطالي يعني. وبحب الاكل الشرقي بتاعنا يعني المصري بقى، ملوخيه بقى ملوخيه، رز معمر باللحمه، رقاب باللحمه المفرومه، جلاش، فتة بلدي، فتة شامي. ايه ده انت يعني. لا ورق عنب بعمله. محاشي اعملها، الكبدة، سجق، يعني الاكل الاورينتال بتاعي. وفي الاكل تاني بقى العادي الايطاليان مثلا، جميع انواع الباستاز بعملها كلها. كوردون بلو شغال يعني.